فلاش الكان على أنفاس بريس، أهلا بكم. يواجه منتخب الوطنية المغربية اليوم على الساعة 9 نظيره جنوب إفريقيا ضمن ختام منافسات دوري ثمن النهائي من كأس أمم إفريقيا، فيما يلاقي منتخب مالي بوركينا فاسو على الساعة 6. ودع حامل لقب المنتخب السنغالي البطولة بعد خسارته بركلات ترجيح أمام الكوت ديفوار عقب نهاية المباراة بوقتها الأصلي والإضافي بالتعادل. في مباراة أخرى خرج منتخب موريتانيا من المنافسة بعد خسارته أمام الرأس الأخضر بهدف في اللحظات الأخيرة. وصلت بطولة كأس أمم إفريقيا إلى الهدف رقم 100، وجاء الهدف المئوي خلال المباراة رقم 42 في البطولة بأقدام نجم المنتخب الكوت ديفواري فرانك كيسيه. كانت هذه آخر أخبار الكان، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.